وعايزاك تحكي لي الاول الموقف الحلو اللي يمكن يعني ما تسجلش، بس احنا شفنا قد ايه انت كنت مؤثر، وشفنا تكريمك والممر الشرفي اللي اتعمل لك، حاجه جميله. وربنا ازاي جبر بخاطرك عشان جبرت بخاطر ست غلبانه. طبعا اول حاجه الست دخلت المحل ما حدش رضاها، انا اللي في جيبي رحت مديها. طبعا الله يسهل لك. هي كانت داخله محل عايزه حاجه بسيطه، بتبيع مناديل، بتبيع مناديل بسيطه يعني، محسن يعني حاجه مش عيب يعني. طبعا ما رضاهاش او اكتر او اقل او ما فيش فكه يعلم ربنا. طبعا انا بالنسبه رحت مطلع اللي في جيبي. انت شايف الموقف، شايف الوضع. رحت مرض الله يسهل لك، ده الست. ايوه. وده كل استاذ مالك واقف في الشارع بيصور مع الابواب، انا ما اعرفش. لما جه مالك هو صانع محتوى على السوشيال ميديا وبيتابعك من بعيد بالصدفه على غفله. طبعا انا مش مدي بالي ان هو اصلا بيصورني او اكتر او اقل. طبعا حاجه ثانيه جميله، لما نزل عندي سالته الاول انا حتى في الفيديو، قلت انت بعد الحي او الارتقاء؟ قال لي لا. افتكرته بيراقبك يعني. ممكن واحد من الحي بعمل حاجه غلط. طبعا ايه، قال لي انا فعل خير وانت راجل مشكورا يا ابني، ويعني قليل الاول شوف حاجه زي كده. انا فخور بيك، احضنك وابوسك. بس انت بعدها انا عيطت. لا، غير الست الطيبه، انت ساعدت حد تاني. الاذى، واحد محمد عليكم بروسل قلب منه في الشارع، رحت موقف في الشارع وعملت معاه، قلت يا ابني الله يعينك. ده مين ده؟ ساعدته. قلت الله يعينك يا ابني. الله يعينك يا حبيبي. طبعا عرفت في الشارع. طبعا بقى بالحاجه دي نزل عليا كده هو من العربيه وحضنني وسلم عليا، ورحت انا افتكرت الست، انا عيطت في الفيديو. طبعا ناس واقفه جاريه برضك، قالوا المحل شوف بضاعه قد ايه بملايين، ما رضاش الست. انت راجل بسيط في البسيط ارضتها. قلت لما رضى يعني ربنا رضاني، انا ربنا برضيها الثانيه. طبعا يا استاذه هي صعبت عليك، صعبت عليك في وسط راضيها. قلت يمكن ما عادش تروح، ما عادش تجيب اكل لعيالها، يمكن ما بعتش مناديل. ادي اللي تم معايا، بس انا مضغوط ضغطه بنت كلب يعني. انت من الحكومه والصحفيين. وش انت 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 بتشتغل عامل نظافه بقالك قد ايه؟ انا بقى 4 سنين في الشارع. 4 سنين مكاني. طبعا ما حدش زعل من المشرفين، من من الشوارع، من اي حته ما حدش زعلني، كلها بيقولوا محمود رشدي. محمود، محمد رشدي. الناس كلها بتحبك، الشارع كله. وانت معروف في نجيب الريحاني هناك. انا اشهر من نار على العالم الواحد. يا الله. دلوقتي بعد الفيديو. طبعا كل قابلنا حتى ستات في مصر والعيال صغيره، مبروك يا عم محمود، حتى الحكومه. مبروك يا عم محمود، حاجه جميله يعني. انت رفعت راس مصر النهارده. وجه رساله للرئيس عبد الفتاح السيسي على الحاجه اللي عملها البلد، يعني العاصمه الاداريه والشيخ زايد وهايبر ويعني واكتوبر، حاجه الطرق الجديده النظيفه وجيده باذن الله. انت حاسس بالتطور اللي بيحصل بما انك في الشارع. يوم عن يوم بعرف. حتى الاهتمام برك بالنظافه برضك، يوم عن يوم الدنيا بتتحرك غير الاول. انت بتشوف التغيير في الطرق، الوضع قدامي في الكباري، فحاسس ان كل يوم الدنيا بتتغير. ايوه، حاجه جميله. البلد بقى شكلها احلى. احلى. وانت بتساهم في حلاوتها وبصورتها. حتى قالوا لي انت عامل بسيط، شغال في شغلانه كده الناس بتديك وانت بتدي. قلت لهم انا اللي بجيبه مش ليا. انا بدي لربنا الاول، على عيالي، على نفسي، على الدنيا كلها.